من داخل هذه المحطة وبحثا عن ملاذ آمن. استمرار تدفق آلاف النازحين من أوكرانيا إلى النمسا في رحلة ذهاب دون موعد للإياب، ولا أحد من هؤلاء يعلم متى تحين العودة. وفي المعابر الحدودية تتكرر المشاهد ذاتها، هو ذلك طريق اللجوء محفوف بكثير من الألم والمعاناة مهما فرش بعبارات الترحيب وحسن الاستقبال. الوضع الإنساني في أوكرانيا وضع خطير جدا، لأنه الآن هناك 7 مليون شخص نازح داخلي وحوالي 5.5 مليون في دول الجوار. طبعا حصل يعني دمار في قرى ومدن كثيرة في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الشرقية من اليوكرين، وحصل زحف يعني من الشعب الأوكراني، خرجوا من منازلهم واتجهوا إلى مناطق أخرى في وسط وغرب اليوكرين وأيضا في دول الجوار. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2 مليوني متابع في النمسا شهريا. خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراف شريك النجاح. وفي آخر إحصائية لأعداد النازحين، أكد مايكل تاكاس منسق شؤون اللاجئين في مجلس الوزراء أن أعداد النازحين الأوكرانيين المسجلين حاليا في النمسا وصل حوالي 64 ألف نازح أوكراني و400، ومتوقعا أن تتزايد هذه الأعداد 3 أضعاف قريبا. وقال تاكاس في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من الزيادات المتلاحقة، رصد مجلس الوزراء رغبة الكثير من الأوكرانيين في العودة إلى بلادهم، لافتا أن القطارات المتجهة من فيينا إلى كييف محجوزة بالكامل. وقال أنه لا أحد يستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين يريدون البقاء في النمسا بشكل دائم، إلى أن كثير من طلبات اللجوء لا تزال قيد المعالجة، ولم يتم الانتهاء بشكل كامل إلا من نحو 38 ألف طلب. ومنذ أن تحرك جيش بوتين شرقا وجنوبا، قرر الكثير من الأوكرانيين العودة إلى ديارهم، وذلك من خلال رحلات فيكسبوس المستمرة منذ 3 أسابيع والمتجهة من فيينا مرورا ببورنو إلى كييف، وذلك بتذكرة ثمنها حوالي 60 يورو فقط، حيث تم إعادة الخدمات مرة أخرى إلى الكثير من المدن الأوكرانية ومنها كييف. وتعتبر هذه الرحلات أيضا آمنة، ويتم مراقبة البنية التحتية للطرق ومراقبة أيضا الوضع الأمني بعناية. ملفات اللاجئين الأوكرانيين في دول الجوار هو ملف صعب ومعقد. في منظمات أممية تتعامل مع السوق الأوروبية المشتركة والبنوك الدولية لتقديم المساعدات لهذه الدول، بعضها فقيرة أو إمكانياتها محدودة. وبعض اللاجئين بدأوا في الحقيقة العودة من دول بعض دول الجوار، مثلا مولدوفا أو رومانيا. في لاجئين رجعوا إلى أوكرانيا، بس ما في قراهم أو مدنهم التي أصابتها الحرب، وإنما مناطق أخرى يعتبروها آمنة. ففعلا وجود اللاجئين في دول الجوار صعب بكميات كبيرة لا تستطيع على إدارتها هذه الدول الصغيرة. وحتى الآن سجل حوالي 700 شخص أو نازح من أوكرانيا في مكتب العمل، فيما وجد حوالي 300 شخص وظائف بمفردهم. وفي جميع أنحاء النمسا وجد حوالي أكثر من 1700 نازح أوكراني وظائف، وتم اندماجهم في سوق العمل. ويحتاج الأوكرانيون من أجل الدخول في سوق العمل إلى بطاقة الإقامة الزرقاء والتي يصدرها المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء. أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا، تم منح النازحين من الأوكرانيين فرصة بشكل مؤقت الدخول بشكل كبير جدا في سوق العمل النمساوية، كما قامت أيضا بعض الشركات المحلية بتخصيص كثير من الوظائف للنازحين الأوكرانيين، فيما أيضا تم توفير حوالي أكثر من 7000 وظيفة على منصة AMS موجهة بشكل صريح للاجئين من أوكرانيا. الأمم المتحدة ترحب بهذه الخطوات، إنه الدول تفتح حدودها وتسمح
بدخول اللاجئين وإعطائهم كل الصلاحيات للعمل وأيضا كل الإمكانيات المتاحة للدولة، مثل العلاج والسكن وغيره. وقامت دول السوق الأوروبية المشتركة بتقديم كل هذا للاجئين الأوكرانيين، وهذه لفتة نادرة في الحقيقة، ونحن ممنونين جدا لدول الجوار والسوق الأوروبية المشتركة لهذا الإنجاز. وفي زيارة لوزير الداخلية جيرهارد كارنا إلى إحدى الوكالات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، شدد وزير الداخلية على أن الحرب في أوكرانيا تسببت إلى زيادة المخاطر من الإتجار بالبشر واستغلال السيدات وإجبارهم على ممارسة الدعارة بالنسبة للسيدات والأطفال، مطالبا ببذل كل الجهد لحماية النساء خاصة من كل هذه المخاطر. الأمم المتحدة تقدم مساعدات كبيرة جدا للنازحين في اليوكرين وفي الخارج أيضا، ولكن أكثرها في اليوكرين نفسها. نقدم مساعدات للسكن، في الصحة، وأيضا مساعدات نقدية مباشرة للأفراد أو العوائل المنكوبة. كما قررت الحكومة تقديم حوالي 46 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، جاء ذلك خلال اجتماع أسبوعي للحكومة برئاسة كارني هاما. كما ذكر أيضا بيان لوزارة الخارجية أنه بلغت ميزانية المساعدات حوالي 100 مليون يورو هذا العام. ومن جانبه ذكر نائب المستشار فينا كوغلا أنه سيتم توفير حوالي 15 مليون يورو لتمويل المشاريع لتخفيف الأعباء التي لا سيما تعاني منها السيدات والأطفال، كما سيتم أيضا توفير حوالي 5 ملايين يورو كتبرع للمنظمات الخيرية العاملة في جمهورية مولدوفا والتي تعاني بشكل كبير جدا من تدفق اللاجئين من أوكرانيا. تعتمد على الدول، هناك الدول الغنية وبعض الدول التي ليس لديها الفرصة أن تقدم مباشرة مساعدات للاجئين، وهنا الأمم المتحدة تدخل. يعني مثلا كدولة كمولدوفا الأمم المتحدة بتساعدها حتى أنه تقدر تواكب مع تدفق اللاجئين في حدودها. الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة اليوكرين والشعب الأوكراني إذا حصل أنه في مستجدات في الصراع زادت أعداد النازحين داخلين وخارجين. لدينا خطط حتى أنه نواكب هذا التصعيد وزيادة عدد السكان النازحين، ولدينا إمكانيات أن نوصل لهم المساعدات حتى إذا وصلت إلى 20 مليون شخص. فهل ستنتهي هذه المعاناة أم أنها مستمرة؟ هل سينتهي الصراع الأوكراني الروسي أم أنه سيمتد إلى دول أوروبية أخرى؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة. كنت معكم أنا بثينة سلام من وسط العاصمة فيينا، وإلى اللقاء.